نفترض انه انتم ما بتشتغلوا براس السنه، واكيد ما بدنا نفترض هالشيء، وين بتحبوا عن جد تكونوا؟ يعني بوسي لو انت لاي ظرف بابا نويل حقق لك حلمك وقال لك لو ما عندك شغل اليوم وين مع مين بتحبي تحتفلي ليله راس السنه؟ انا بصراحه نفسي في مره كده يعني في مناسبه من المناسبات اللي بتيجي علينا، اذا كان عيد صغير ولا عيد كبير او شم النسيم او راس السنه او كريسماس او الحاجات دي، ان انا يعني اعيشه زي بقيه الناس. ايه يا حبيبي بعرف، دي نفسي بتمناه من ربنا يعني. يعني طبعا ربنا يديمها عليا يا رب، شغل ورزق والحمد لله، وبشكره وبحمد فضله على نعمه الشغل ونعمه الوجود، طبعا اكيد احنا موجودين. بس نفسي ابقى اقضي المناسبه، اي مناسبه، زي بقيه الناس يعني، اخرج اخد ابني اتفسح يا كده. يعني مثلا نفسي لو في يوم راس السنه جه عليا وانا مش شغاله فيه، ما عنديش شغل فيه، انزل اروح اي حفله. اكيد طبعا بيبقى فيه نجوم بيعملوا حفلات كده، مثلا عمرو دياب، حمائي كده، اوكي هو اللي اروح بتحبه. احضر حفله ليهم. اوكي دي بتحب نفسي احنا نري هيدا الجار من المغنيين. نفسي ابقى موجوده كده يعني. مع مين طيب؟ اهلك، اصحابك؟ اصحابي، اوكي صحابي وكل حبايبي يعني، نعمل شله كده واروح بس اكيد اسهر يمكن معاهم. برا المواسم بتحضري لهم حفلات يعني؟ لا والله ولا حتى خالص. صعب بيكون انه فنان يحضر فنان لا ثاني مش وهيك؟ صعب، هو بس الوقت قله فضاء الوقت شغل بس. الوقت لكن انا نفسي احضر ليهم طبعا حفلات. انا انا هحقق لك هيدي الحلم السنه الجايه يا والله، رب هيدي السنه خلص يا رب ان شاء الله. هعزمك على حفله عمرو دياب الجاي يا اهو، ريت. بس الكنترول هيجيبوا لنا تيكتس، اوكي كلم عمرو قول له كمان ينعاد عليك.